وأما القديانية فهي فئة صنعتها بريطانيا لأجل إثارة البلبلة، وخاصة لما قام بعضهم وأراد الجهاد للاستعمار البريطاني فأنشأتها بريطانيا لأجل يعني توطيد لحكمهم، وأنه لا يوجد جهاد في سبيل الله، وأنه كذا، فينسخوا، فلا يمكن أن ينسخوا الجهاد إلا برسالة، فادعى النبوة. حمد، أهنيك بتوليك رئاسة القمة، وبهذه المناسبة أقول لأخي عبد الله يعني 6 سنوات وأنت هارب وخايف من المواجهة، ما تخاف، بس بقول لك بعد 6 سنوات ثبت أنك أنت اللي الكذب وراك والقبر قدامك، وأنت هو اللي صنعتك بريطانيا وحاميتك أمريكا، وأنت هو اللي صنعتك بريطانيا وحاميتك أمريكا. يا أخ معمر، فيه رؤساء يتكلمون. يالله يا But if you look in terms of dollars, $3 billion, $533 million, $525 million, that's peanuts for you. Should have increased it. $6 billion, that's for frigates. $889 million, $63 million, and that's for various artillery. Now working on, thanks, and that have been ordered and will shortly be started in construction and delivered. That system, $13 billion.